الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه جاءه تاجر من التجار، شاف أنه يسكن في بيت جدا متواضع لا يليق بأقل الطلبة، يعني الطالب عادي ما يليق بهذا البيت، فكيف بمرجع أعلى من مراجع التقليد؟ فأعطى للشيخ مالا، تاجر كان جاي من إيران، أعطى للشيخ، يقال إن بيت الشيخ إلى الآن، يعني إلى قبل 5 سنوات كان في النجف، الآن ما أعلم، هو نفس البيت اللي الشيخ كان يسكن فيه، فأعطاه مالا وقال شيخنا اشتري بهذا المال بيتا، وذهب إلى الحج هذا التاجر. بعد أن عاد بهذا المال، وين هذا البيت؟ فقال له الشيخ اشتريت بيتا أفضل من ذلك البيت. الشيخ بشر أيضا، الشيخ إنسان، الشيخ مو ملائكة اللي ما عنده شهوة، عنده شهوة البيت، عنده حب المال، إذا ما كان عنده حب المال ما كانت قيمة لهذا الموقف، عنده حب المال ولكن ينظر إلى الأبعد، كان والله بعيد المدى في صفة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال اشتريت بيت أفضل، قال ما هذا البيت؟ قال هذا المسجد. اشترى مسجدا بيتا من بيوت الله، وهذا المسجد كان من قبل 150 عام تقريبا ولعله إلى هذا اليوم مستمر، أنا ما أعلم الآن الوضع ما هو في النجف، وهل أن هؤلاء الطغاة هدموا هذا المسجد أو ما هدموا هذا المسجد، ولكن إلى قبل سنوات كان قاعدة موجود إلى الآن، وحتى إذا هدم إن شاء الله يبنى فيما بعد بأيدي المؤمنين، يعني حقيقة هذا المسجد يجب أن يبقى. هسه الشيخ كان يشتري بيت بهذا المال انتهى، ولكن مئات الألوف من صلوات الجماعة أقيمت في هذا المسجد، لمن هذا الثواب؟ ذلك الثواب الذي لا يعلمه إلا الله. ألوف دروس الخارج كانت تلقى في ذلك المسجد، مسجد الشيخ الأنصاري في النجف، لمن ذلك الثواب؟ للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وهو أحد علمائنا الكبار، حقيقة له حق علينا جميعا، يعني على الشيعة جميعا، بل على المسلمين إلى حق. هذا الشيخ، الشيخ كان عنده بيت، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أوصى، وحقيقة نعمة الوصية، قال إذا أنا متت ادفنوني في بيتي في هذا البيت، وحولوا هذا البيت إلى مسجد. فعندما توفي الشيخ دفنوه في بيته، ثم حولوا ذلك البيت إلى مسجد، والمسجد بقي 1000 عام. اليوم واحد من العلماء نقل لي إلى هذه اللحظة هذا المسجد موجود، مسجد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، من 1000 عام إلى هذا اليوم. هذا هو الذي يفهم، أو الشخص اللي كل فكرة في أمواله وأملاكه ودكاكينه وما أشبه ذلك.